السلام وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري المباشر نقدمه لحضراتكم من قناة العيون. نستهل عرضنا الإخباري المفصل من ما يسمى بمخيم العيون بتندوف وفيديو جديد لشباب التغيير يتحدث فيه أحد الشبان عن الأسباب الحقيقية للأحداث التي وقعت مساء يوم 11 من شهر مايو الجاري. لنتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شباب التغيير فرع ولاية العيون. أما بعد، لابد أن الكثير من المتتبعين للوضع داخل مخيمات تندوف جنوب الجزائر يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء الأحداث التي وقعت مساء يوم 11/5/2014 بمقر ولاية العيون، وذلك نظرا لتضارب الآراء حول الواقع بحكم ما تروج له القيادة الفاسدة من أكاذيب بخصوص الرافضين لتصرفاتهم التي تساير مصالحهم الشخصية، فتارة تنعتنا بالمخربين وتارة أخرى بالخيانة والعمالة للعدو. فالواقع واضح من وضوح الشمس في النهار، نفذ صبرنا ولا وجود لعوامل من شأنها أن تجعلنا نتساءل للمستقبل تحت حكم هؤلاء الفاسدين. نحن محاصرون من جميع الجهات وما زالوا يحاربون حتى محاولاتنا للبحث عن مصادر رزقنا، والدليل على ذلك الشاب الصحراوي القيلاني ولد بومراح الذي وجد نفسه بين عشية وضحاها داخل زنزانة لا لشيء سوى لأنه تحت القمع الممنهج من طرف القيادة، حيث كان في تشييد محل التجارة لهدف إعالة عائلته المحرومة. وبما أن الضغط يولد الانفجار، فإن ساكنة ولاية العيون وقفت مع أخيها القيلاني ضد إهانة كرامتها ومنعه من ممارسة حقوقه المشروعة، ما أفضى إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن كانت نتائجها وخيمة. إننا نحن كحركة شباب التغيير نستنكر بشدة ما تعرض له المواطن الصحراوي القيلاني، نتضامن معه كما نتضامن مع من كان ضحية هذا النظام الفاسد الذي يستقل الوقت للاقتناء أكثر على حساب معاناتنا. فالإجراءات التعسفية باتت من الضروريات لدى قيادة البوليزاريو من أجل إبقائنا تحت رحمتها، وكذا عن طريق المساعدات الإنسانية باعتبارها ورقة ضغط على كل معارض. التجارة والتعليم والوظيفة والتملك والتنقل والحصول على جواز سفر كلها حقوق لا نتمتع بها نحن كلاجئين. من أجل ذلك نطالب المنتظم الدولي أن يتدخل من أجل منحنا هذه الحقوق على رأسها بطاقة لاجئ، هذا إن كنا فعلا لاجئين. إذن مرة أخرى تثور ثائرة المواطنين الصحراويين ضد القيادة الفاسدة على سياسة قطع الأرزاق، إذ واجه الشباب المعطل سياسة البوليساريو هاته بالتظاهر والاحتجاج ضدا على تكريس الواقع المر والأليم الذي يعيشه المواطنون هناك. تقرير للسالك الزبير. يبدو أن صيفا سياسيا ساخنا ينتظر قيادة البوليساريو التي أوشك ليلها على الانجلاء، فمحنة الشباب المعطل لا تزال تلقي بظلالها على الوضع الإنساني بالمخيمات، إذ بمجرد غلق الأبواب في وجه الشباب العاطل عن العمل ثارت ثائرة المواطنين الصحراويين الذين جوبهوا بشتى أنواع التضييق والتنكيل والاضطهاد. فبعد أن قامت سلطات البوليساريو بتوقيف تجارة أحد الشبان بالمخيمات، أدرك الجميع بمن فيهم الشباب المعطل أن الدور آت عليهم. إنها سياسة قطع الأرزاق التي يستخدمها البوليساريو كحيلة ماكرة لتكريس واقع الألم، فالقيادة لم تكتفي بالمتاجرة بمعاناة السكان فحسب، بل تجاوزت ذلك لتقتات على ظهور عامة المواطنين. وكل أمل يا القيادة الفاسدة أن يبقى الوضع على ما هو عليه، لا حل في الأفق يخلص السكان من ورطة الحالة الإنسانية المتدنية، ولا مشكلة في تواجد المخيمات بهذا الوضع. يعود إذن ليتكرر سيناريو البؤس والمعاناة في صفوف الشباب، ويعود معه واقع الاحتجاج والتنديد بسياسة التجويع المنتهجة من قبل البوليساريو، وضع إنساني أدى إلى سخط العديد في الآونة الأخيرة. ويبدو أن الحال قد بلغ بالناس ما بلغ من الاحتقار الذي يليه الاحتقان، فقد طمى الخطب وغاصت الركب على حد تعبير الشاعر، عله ينذر بيوم عصيب ينتظر قادة فاسدين يعيثون في الأرض فسادا.
وعلاقة أيضا بنفس الموضوع، تداول أفراد من قبيلة رقيبات جنحة بمدينة سمارة الذي ينتمي لها السيد الغيلاني بومراح، تداولوا حالة هذا الشاب الذي أدخل السجن لا لشيء سوى لأنه تحدى القمع الممنهج من طرف قيادة البوليساريو على خلفية منعه من تشييد محل للتجارة بهدف إعالة عائلته الصغيرة. بعد أن تضامن معه بعض أفراد القبيلة تم تهديدهم بالطرد من المخيمات. يوسف زعواطي، مبارك بس. أمام الفشل السياسي الدريع والعجز الاجتماعي الواضح لقيادة غلبت الأهواء والشهوات على حساب مصائر آلاف الصحراويين تحت الخيام، تتسع رقعة الاحتجاجات داخل المخيمات يوما بعد الآخر، ولعل آخرها أحداث ما يسمى بولاية العيون في مخيمات تندوف. تعالت صرخات المحتجين ليخترق صداها فيا في الصحراء الشاسعة، ويشكل مزاجا عاما آخذا في الاستنكار والتنديد. فاتكت الوحدين منا في السجون وحبسوهم، احنا مستنكرين وتمام الاستنكار، وذا ثقيل عندنا وشين بالنسبة للوضعية، وبالنسبة للوضعية تهو الناس اللي خلقت ذي الحالة ورفدوهم إلى السنتور وتلاوي يزرقوهم، وقالوا معنا احنا ما تزرقونا عند السنتور، وخلقت اعتصامات بهذه القبيلة العريقة اللي بما فيها حرقة وتة الوالي والي العيون وحرقة الولاية والإدارة العامة البوليزاريو، وطالبوهم قالوا انتم منين تعودوا ليتعدلون هاي الحالة الشينة، رفضوا هذا المسمى اللي انقال له قبيلة الجنحة كامل ومرقوه إلى الدولة المغربية، رانا قاع قايسينها، هي دولتنا وبلدنا وأرضنا. حنا بدورنا نستنكروا هالشي اللي وقع لولاد عمنا، وكنا الدوبي وشينا عندنا ما يلطف، كرفسوا عليهم وبطوهم وردحوا فيهم، وهالشي موزين عندنا، وكان الدبيه وكان سائلوا أين حقوق الإنسان وأين الديمقراطية. احنا هذا العمل نستنكره أي اعتداء على مواطن مهما كان نوعه في أي منطقة كانت، ونطلبوا إجراء تحقيق مستقل لهي الأحداث وحتى الأحداث السابقة، لأن نسمع ياسر من الأحداث اللي وقعت أخيرا. إذن نسمع كذلك أنه السلطات البوليساريو على أنها يعني هذو الناس اتخذت بحقهم إجراء يتمثل في إبعادهم إلى السنتور إلى الربط، كأنهم الناس يعني ما هم معتبرين ولا هم بشر. انسداد الأفق داخل المخيمات حيال توالي سياسات تمتهن كرامة الإنسان يرجح حسب المتتبعين دخول القضية منعرجا حاسما في تاريخ النزاع، نزاع لم يجني منه الصحراويون سوى ويلات اللجوء وفساد القادة. وفي نفس الإطار ومن موقع صحيفة الإسبانية لا بروبنسيا، يظل شباب تغيير الصحراوي في حراك يزداد قوة يوما بعد يوم، لتتلقف وسائل الإعلام الأجنبية خصوصا المتعاطفة مع أطروحة البوليساريو هذه القضايا، ومنها إماطة اللسان عن الأوضاع التي تعيشها المخيمات في ظاهرة فريدة من نوعها لم تكن لتحدث لو كان الأمر مجرد فبركات إعلامية كما ترددها دعاية البوليساريو. المزيد مع تقرير الغالي أكوار. لا تتوسع قاعدة الغضب الصحراوي بمخيمات تندوف فقط، بل يصل صداها إلى مواقع إعلامية للجارة إسبانيا. الصحيفة اليومية لا بروفينتيا المعتمدة بجزر الكناري نشرت أحدث شريط أعلن فيه شباب التغيير الصحراوي عن انضمام الكثير من الصحراويين إلى صفوف هذه الحركة، وخاصة ممن هم جنود بالمخيمات. وأضافت هذه الحركة الشبابية جديدها معلنة عن نشأة جناحها العسكري في خطوة استعدادية منها للتصدي لأي مس يطالها من سلطات الجبهة، وهو ما عبر عنه شباب هذه المجموعة الثائرة بحدة. الغضب بعقر مخيمات تندوف يزداد، وحركة التغيير هاته تنمو شيئا فشيئا في فصيل رافد لجل أوجه الوضعية الصحراوية وللوجود القيادي بهذه المخيمات. هذا الفصيل يجد اليوم موطئ قدم له في صحف الإعلام الدولية ليجلي عبره الكثير من الغموض ويكسر انحيازا إعلاميا إسبانيا ظل إلى الأمس القريب مموها لصور الحقيقة بوضع مخيمات تندوف ومبجلا رموز القيادة هناك. بالمقابل شباب التغيير الصحراوي
الصحراوي اليوم ومن نافذة دولية يقدم صورة واضحة للرأي الآخر بمخيمات تندوف. هذا الرأي الذي ظل مكتوما لعقود من الزمن لتصل صورة الواقع الحقيقي لهذه البقعة إلى مداها الدولي وعبر شهود من على أرض الواقع. هؤلاء يطلون اليوم نافذة دولية راسمين الانقسام المشهود بهذه الأراضي والذي تقوده مجموعة تصبو إلى التغيير رغبة في تحسين ظروف العيش وتثبيت العدالة المغيبة وتغيير رموز القيادة كمطلب أول وأخير. وهكذا تجاري ساكنة مخيمات تندو. رياح التغيير على طريقتها لتعكس الواقع المنقسم إلى تابع ورافض للوجود القيادي وراغب في التغيير. في موضع متصل دائما بقضية الصحراء، جرت اليوم الخميس الرحلة الثالثة من عملية تبادل الزيارات العائلية بين الأقاليم الجنوبية للمملكة ومخيمات تندوف بالجنوب الجزائر بتنظيم رحلة جديدة من وإلى مدينتي العيون والسمارة. وفي هذا الإطار غادر صباح اليوم 44 شخصا ينحدرون من إقليمي العيون والسمارة ينتمون لأحد عشر عائلة باتجاه تندوف قبل أن يحل على أو تحل على متن نفس الطائرة 85 شخصا ينتمون لإثنى عشر عائلة قادمين من مخيمات تندوف. في موضوع آخر وبالرباط وتحديدا بمسرح محمد الخامس، نظم اليوم حفل ختامي للحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة. الحفل ترأسه رئيس الحكومة سيد عبد الإله بن كيران وحضره عدد من أعضاء الحكومة وشخصيات وازنة ومسؤولين بالدولة، وقد تم خلاله تقديم عدة توصيات ونتائج عمل اللجنة طيلة سنة كاملة. مراسلة من الرباط مع محمد المصطفى خية ومحمد مشنان. في ملحمة وطنية بارزة وبحضور عديد الشخصيات الوازنة على المستوى الوطني والدولي، لجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة تقدم حصيلة عملها طيلة سنة كاملة لرئيس الحكومة الأخير. وفي مداخلته بالمناسبة أشاد بالدور الهام والجبار لهذه اللجنة لصياغة خارطة طريق لعمل الجمعيات والمؤسسات الناشطة داخل المجتمع المدني، تجسيد الجمعيات المغربية والفعاليات الوطنية كقوة اقتراحية فاعلة داخل المجتمع وشريك هام لتحقيق ما تبتغيه بلادنا من تقدم وحدثة، من التوصيات الهامة التي تضمنها هذا التقرير. اليوم أعتقد أنه يحق لبلدنا أن يفتخر والحمد لله باستقراره يعني مؤسساته التي أنتجت هذه النتائج. الآن بطبيعة الحال الحكومة تتحمل المسؤولية بعد أن أخذت علما وتحوزت بالوثائق من خلال الوزير المكلف بالمجتمع المدني أن تبلور كل هذا في نصوص تشريعية وفي مبادرات عملية وفي تمويلات يعني في محلها وفي مراقبة وفي تصفية الملفات العالقة. من مقاصد الحفل هو تكريم يعني أعضاء اللجنة الوطنية والخبراء الذين اشتغلوا على هذا الورش وهذه الملحمة، في حق هذه الملحمة الحوارية الكبيرة جدا. ولهذا نحن اليوم سعداء بإعلان هذه النتائج التي تهم ورش كبير من حيث الإصلاح، لأنه يرتبط بعلاقة المواطن بالدولة بمؤسساتها الإدارية والمنتخبة وبالديمقراطية بصفة عامة. اليوم لنا أن نعتز بأن هذه التوصيات التي تنتج عن الحوار هي توصيات تهم تطوير منظومة جديدة لها علاقة بجعل المغرب إن شاء الله يعني رائدا في الديمقراطية التشاركية. نسلم للحكومة مخرجات الحوار الذي دام سنة ونيف، وهذا اللقاء اليوم غادي يكون لقاء ختامي، وبعد ذلك سأتخلى عن الرئاسة واللجنة ستنمحي، وبالتالي على الحكومة آنذاك أن تتحمل مسؤوليتها كاملة وأن تقوم بتفعيل هذه المخرجات. نتمنى طبعا أن تسير النهج الذي سيرنا عليه، بمعنى أن تبقى دائما على الإنصات
هذا يوم احتفالي مهم، لأنه من بعد 19 ندوة تقريبا اللي أخذنا ضريك لين أعطوا نتيجة هال السيد الوزير الأول اللي أعطاه له السيد رئيس اللجنة اللي هو الأستاذ مولاي إسماعيل العلوي، واللي هي توصيات في الحقيقة مهمة ومهمة جدا، لأن استمعنا المجتمع المدني واستمعنا المشاكل الجمعيات، لا من ناحية القانونية لا من ناحية الاجتماعية لا من ناحية التمويل، لأنه كانت أول فكرة جات من الجنوب هو صندوق واحد يعود مقترح واحد يعود شباك واحد، هذا مكسب لنا واللي نبغي نشير له عنه، فتبارك الله حسن الخالقين، ما لأن مهلي كانت من أنجح ونتحمل مسؤوليتها قدام الرأي العام كامل، من أنجح اللقاءات اللي كانت في الجنوب ابتداء من الداخلة وقليميم والعيون، وكانوا هذه الجهات الثلاثة كانوا مميزات. مشاركة هامة وفاعلة في هذا اليوم الاحتفالي هنا بالرباط لعديد فعاليات المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية، كانوا قد انكبوا على دراسة هذه التوصيات والموافقة عليها في إطار طبعته الديمقراطية والشفافية طيلة الأشهر الماضية خلال زيارة أعضاء اللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة لعديد الأقاليم الجنوبية. مناسبة اليوم ثمنت هذه الفعاليات لما لها من أدوار إيجابية. نحن في هذا الحفل الختامي للحوار الوطني الذي ستقوم اللجنة المنظمة لهذا الحوار على مدار سنة كاملة من الأعمال ومن الإجراءات للمجتمع المدني بصفة عامة على الصعيد الوطني، ستقدم إن شاء الله في هذا المساء إلى السيد رئيس الحكومة السيد بن كيران، وستخرج إن شاء الله تقدم بإيجابيات للمجتمع المدني لما يطمح له من وجوده في داخل هذا المجال. نتمنوا باش يخرجوا تكون هذه الوثيقة بمثابة ورقة أو مصير لتأسيس الجمعيات وانتمائهم، ويكون عندهم كلمة اللي كتنمي المجتمع المدني، وتكون كذلك بالنسبة للمجموعة ديال العمل الجمعوي يكون عنده مسار ناجح، وهذا هو الهدف من أساس المشاركة ديال الجهة ديال قلميم السمارة. هذه الجولات كاملة اللي قام بها الحوار الوطني اللجنة المشرفة على الحوار الوطني المجتمع المدني كانت الحمد لله تقريبا ناجحة، بالرغم من الإكراهات اللي كتشوفها والإكراهات اللي تشهدها الأقاليم عندنا احنا الجنوبية، ولكن الحمد لله كان الخلاف لا يسيد للود قضية كيف نقولوا، الحمد لله كانت ناجحة وخرجنا بتوصيات، ونتمنى أنها تعود مدرجة هنا في هذا الحفل الختامي. الحوار الوطني يختتم لقاءاته مع المجتمع المدني، ونحضر كذلك نحن عن فعاليات المجتمع المدني عن الأقاليم الجنوبية وخاصة إقليم السمارة الذي عرف هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية حراكا جمعويا يتماشى مع روح الدستور. اليوم نحن بهذه المشاركة في فصلها الأخير توصيات عن المنبثقة عننا كفاعلين جمعويين مطمئنين على هذه التوصيات التي نرى فيها مقاربة تشاركية حقيقية، ونرى فيها كفاعلين كذلك جمعويين بمقتضى الدستور، كذلك هذه التوصيات تماشيا مع مقتضى الدستور، أننا أصبحنا شريك حقيقي في القضايا الوطنية. هذا الحفل الختتامي جاء تتويج للمجموعة من اللقاءات دارت على مستوى جميع الجهات في المغرب، وشاركنا هنا في الحوار منذ الجلسة الأولى اللي كانت الجلسة 17 بمدينة قليميم، وعلى إثرها شاركنا في جلسات الإنصات المباشرة في مقر الوزارة، وشاركنا في المناظرة الوطنية كذلك عن الأقاليم الجنوبية، واليوم رأينا نشاركه في الحفل الختامي. بعد 18 محطة على الصعيد الوطني عقدت خلالها عديد ندوات ذات صلة باللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، اليوم وفي موعد هام يكرم أعضاء اللجنة نظرا للخدمات الهامة التي أسدوها طيلة سنة من اشتغالهم في هذا المجال.
إذن حصيلة ونتائج الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة المقدمة اليوم بالرباط هنا لرئيس الحكومة ستساهم لا شك في دعم عمل الجمعيات والمؤسسات ذات الصلة بهذا المجال، وهو الهدف الأساسي الذي أكد عليه الدستور الأخير للمملكة والمصوت عليه منذ نحو 3 سنوات. محمد المصطفى خيا ومحمد مشنان لقناة العيون من العاصمة الرباط. في موضوع منفصل وعلى غرار باقي أقاليم المملكة، تمت يوم أمس بمدينة بوجدور احتفالات وأنشطة مخلدة للذكرى 58 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، حيث تم بمقر الحامية العسكرية ببوجدور تنظيم حفل بهيج بهذه الذكرى المجيدة، تم خلاله توشيح العديد من الضباط وضباط الصف والجنود. كما تم بهذه المناسبة إقامة حفل على شرف ممثلي السلطات المحلية والمنتخبين وأعيان المنطقة. تنمويا، افتتح اليوم المقر الجديد والرئيسي لمجموعة البنك الشعبي بالعيون لتعزيز الخدمات المصرفية والمحافظة على الريادة داخل السوق البنكي الجهوي. فعالية الافتتاح حضرها إلى جانب والي الجهة والمنتخبين الرئيس المدير العام للمجموعة وأطر في القطاع البنكي السالك رحال صالح الجيبي والتفاصيل. بعد أشغال دامت سنتين يتم اليوم افتتاح المقر الجديد لمجموعة البنك الشعبي بالعيون بأحد الشوارع الرئيسية للمدينة. مشروع يأتي افتتاحه في ظل الاهتمام الاقتصادي الذي تحظى به المنطقة من قبل عدد من المتداخلين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب. مداخلات بهذه المناسبة ركزت على المساهمة المالية للبنك في تعبئة الادخار وتعزيز الحضور البنكي في أنشطة السوق من خلال توفير كافة الطاقات والمؤهلات المادية والبشرية مواكبة لتنمية الاقتصادية التي تعرفها جهة، حضور يأتي لتمويل كافة القطاعات الانتاجية ومساعدة المستثمرين المحليين. وأغتنم هذه الفرصة مرة أخرى لأهيب بالأبناك الأخرى المتواجدة هنا في هذه المناطق أن تشيد لنا من هذا النوع من المعالم العمرانية، لأنها تعطي الثقة اللازمة والتي توفرها ديناميكية الاقتصاد المحلي في هذه الجهة الغالية على كل مغرب. مؤسسة البنك الشعبي كنموذج متميز في نظامه التعاوني، نظامه التضامني، وشكل دائما أداة للتنمية الجهوية، وهذا الصرح المعماري المنجز في إطار الأقاليم الجنوبية يعتبر قيمة مضافة وتجديد لثقة المؤسسة بشركائها وزبنائها. سنوات هذه وحنا نستناو هاي المؤسسات خصوصا المؤسسات المالية باش تخلي بصمات في هذه الأقاليم اللي هما يثيروا انتباه ويبين حس نواياهم بأنهم باغين يستثمروا حتى هما من عملهم اللي هما مستفادين منهم. وكان البنك الشعبي طلب من مجلس الرقابة منا كان لبى هذا الطلب وكان دار هذه البناية اللي في الحق أعطت جمالية خاصة للمدينة. المقر الجديد صمم بطريقة عصرية حيث يضم عدة مرافق وتجهيزات عصرية وقاعات للاجتماعات والتكوين بالإضافة إلى تقنية التكنولوجيا الحديثة التي ستساهم في تسهيل عملية ولوج الزبناء لمختلف الخدمات البنكية وإلى مركز للأعمال موجه لخدمة الزبناء من المقاولات. بالداخل، نظمت عائلة المرحوم المختار والسيدية حفل تأبين حضره عدد من أعيان وشيوخ وأبناء القبائل الصحراوية وعدد من أصدقاء المرحوم الذي عرف بمقاومته وعمله أثناء حياته إلى جانب صفوف المقاومين وأعضاء جيش التحرير في مقاومة المستعمر الإسباني بشكل سري وعلني. المزيد حول حفل التأبين مع محمد الرزي عبد الله المحمودي. قراءة للقرآن الكريم في أربعينية المرحوم المختار والسيدية أهل الشيخ. حفل تأبين جمع العديد من الأطياف من أعيان وأبناء القبائل الصحراوية ترحموا خلاله على المرحوم وتذكروا تاريخ أحد رموز المقاومة والتحرير. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه،
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عظمة البلدان بعظمة رجالها، والعبرة من أننا نؤبن أي رجل هي أن نستلهم إيجابيات هذا الرجل. واللي الحقيقة عاش حياة كريمة وزينة بين وساط عائلته بين وساط جيته، واللي الحقيقة فقدانه يبقش في الأخلاق، ولكن الحياة سنت الحياة هي هذه. هو فقدانه فعلا باقي فينا، وهذا الشيء لابد منه دارون يمن الحياة، حياة ذكية. وهو نعرف عنه حياته فاتت زينة كاملة، حياته فاتت يعني تصرفاته وأعماله وأخلاقه وصفته كاملة. بالنسبة لهذا المرحوم هو أب الجميع، بالنسبة حتى الآن عندما نشوف القاعة مليئة من جميع القبائل وجميع الناس، اللي هذا الرجل أب الجميع أخ للجميع. إحنا حتى ربما لم نعاصره في تاريخه، ولكن عنه تاريخ حسب أبانا ودي الحمد لله عاصره، إنه رجل صلح، رجل يبقي الجميع. حفل تأبين المرحوم المختار والسيدية كان فرصة للشيب والشباب هنا بمدينة الداخلة لاسترجاع صفحات من تاريخ المقاومة والمقاومين، صفحات أشر عليها المرحوم ببصمات ستبقى حية في سجل المقاومة وذاكرة رجالة التحرير. إذن هو أحد رجالات المقاومة وجيش التحرير، ولد بالصحراء ودافع عن تحريرها إبان الاستعمار الإسباني في منتصف القرن الماضي. المقاوم المختار والسيدية أهل الشيخ الذي انتقل إلى جوار ربه منذ 40 يوما يسترجع ذووه وأصدقاؤه تاريخه الحافل في سبيل تحرير المغرب. شهادات عن تاريخ المرحوم رفقة محمد تروسي. عبد الله المحمودي. الأسرة والأقارب والأصدقاء وكذا المتتبعون والمسؤولون عن شؤون المقاومة ورجالتها يستحضرون هنا تاريخ رمز من رموز المقاومة بوادي الذهب والقويرة والأقاليم الجنوبية عموما. إنه المختار والسيدية أهل الشيخ المزداد في السنة الثانية بعد 20 من بداية القرن الماضي بالداخلة، أحد أهم رموز المقاومة إبان الاستعمار الإسباني للأقاليم الجنوبية. ساهم بشكل سري في مد خلايا المقاومة بالصحراء بالمعلومات وكذا الدعم المالي من أجل التحرير، خاصة مع بداية 50ينيات القرن العشرين. عاش في هذه الفترة اللي فوت فيها أحسن فيها 92 سنة، عاش فيها سليم، عاش فيها معاش طيب في داخل الأسرة وفي داخل الدولة المغربية. كان المرحوم من الأوائل الذين انخرطوا في الجيش الإسباني، ولكن عمل بصفة سرية لفائدة القضية الوطنية وإلى جانب المناضلين السريين الأحرار الذين كانوا يتحركون في الصحراء المغربية بتنسيق تام مع المناضلين شمال المملكة. تعتبر سنة 1953 السنة التي نفي فيها محمد الخامس طيب الله ثراه إلى المنفى، هي السنة الفاصلة حيث تميزت بالعمل الفوري والجاد للمرحوم من خلال تنسيقه مع مجموعة من الوطنيين داخل الصحراء. وهو نعرفه معرفة جيدة، والتاريخ الذي كنا فيه مع جيش التحرير كان يراسلنا وهو أنا ذاك في الجيش الإسباني شيئا صعبا جدا، هذا هو أقل ما يقال عنه. والآن اللي نقول عنه أن يا للأسف نترحم على روح الطاهرة بعزم وإخلاص وتباني لخدمة الوطن. دخل في الخلايا السرية اللي كانت تجمع المال 56 و55، وكان يجيب الرايات وكان يجيب الجرايد ديال الاستقلال، ومن ثم التحق بجيش التحرير وكان يدعم ماديا ودعائيا، ما أعطى ماله وأعطى دعاية، وداره كانت مركز للمقاومين. أوسمة وتكريمات عديدة حظي بها المرحوم المختار والسيدية في حياته، عرفانا وتقديرا للمجهودات التي بذلها في سبيل مقاومة المستعمر وتحرير البلاد. عرف في حياته بمساعدة الآخرين ومميزات عدة بحسب شهادات أقاربه ومن عايشوه. هو مقاوم قيل، ويعاد اللي يعين جيش التحرير لحد انه هو لو سمعت الناس اللي خافية، أنا هذا اللي طلع فيه، هو نحكم اللي جابوني هون
من موريتان، حاكم عليا ب 30 عام اسباني، لكن سمعتو ومشاو بيا الشبر هو جبرت من الدنيا من المعاونه عاوني المختار السيدي. عنده مميزات خاصه من ناحيه السر، من ناحيه الاخلاق، من ناحيه القيم، من ناحيه قيمه واخلاقه واحترامه، هذا كامل وسانا عنا نقتضوا فيه، فهمت؟ وبالمسائل الواضحه اللي نجبروا من عنده، والمسائل البينه اللي ما سبرها في الناس الاخرى. فقد ساهم في سائر ما يخدم هذا المجتمع دينا وخلقا وخلقا في الجنوب وفي الوسط وفي الشمال، اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عنه. وفاة رمز من رموز المقاومة بالداخل والصحراء يظهر الغبار أكثر فأكثر عن تاريخ رجل عاش تحت الاستعمار، لكنه لم يركن أو يستصغ حتى حتمية بقائه إلى أن تحررت البلاد والعباد. الآن نرحل شمالا صوب جهة قليميم السمارة والإمكانيات الفلاحية المهمة التي تتوفر عليها الجماعة القروية عوينت غمان التابعة لنفوذ إقليم آس الزاك، وتعد مجالا تنشط عبره الساكنة وموردا ماليا، إلا أن إكراهات عدة تعاني منها هذه الأنشطة الفلاحية، حيث حاول الحاضرون في اللقاء التواصلي الذي تقدمه عامل الإقليم الوقوف على هذه المشاكل المرتبطة بالقطاع الفلاحي والقطاعات الأخرى بالجماعة. تفاصيل أوفى في ربورتاج علي الكبش ومحمود طويف. أمام تنوع المؤهلات الفلاحية بين زراعة الصبار والحبوب إلى جانب الأنشطة الرعوية بالجماعة القروية عوينت غمان، يقف إشكال نذرة المياه وقلة الآبار إضافة إلى تنامي جحافل الخنزير البري ما بات يؤرق الساكنة، معيقات إلى جانب أخرى كانت في صلب لقاء تواصلي بين الإدارة الترابية والفعاليات المحلية تم الغوص عبره في عدد المشاكل المرتبطة بالقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والرياضة علاوة على الماء والكهرباء. اللقاء الذي شهد مجموعة من المداخلات لامست في مجملها حاجيات الساكنة يأتي تماشيا مع انخراط الإدارة الترابية والمؤسسات الجمعوية والمنتخبة لتحقيق تنمية مستدامة تراعي متطلبات ساكنة هذا الوسط القروي. هذا اللقاء كنا وضحنا المسؤول الأول الإكراهات اللي تعيشها اللي عيشها مثلا المنطقة كل في جميع القطاعات الفلاحية وغيرها، وبالنسبة احنا كفعالية المجتمع المدني بصفة عامة شرحنا الإكراهات اللي عندنا بالنسبة للتعاونيات. هذه الأرض جميلة فيها المعادن فيها الكسب، احنا أبائنا وأجدادنا نعيشوا في الكسب، البل والغنم والنحل والزرع، ولكن اليوم هذا الزمان اللي بغينا شيء من العبارات، شيء من الماء، شيء من المعاونات. فيما يخص القطاع الفلاحي تم تداول أو إثارة بعض الإكراهات المتعلقة بهذا القطاع. على سبيل المثال هناك حفر الآبار والمطافة، وهناك نقطة أخرى متعلقة أيضا بالأعلاف، نقطة متعلقة بالصبار، المسالك القروية للولوج إلى الصبار، ونقطة أخيرة متعلقة يعني الإعانات في إطار مخطط المغرب الأخضر. لقاء المسؤول الأول بإقليم ياس الزاك مع ساكنة جماعة عوينت غمان القروية خلص أيضا إلى التأكيد على ضرورة انخراط الفاعلين الجمعويين في تدبير المرافق العامة إسهامنا في تيسير سبل الاستفادة من خدماتها المقدمة. في الشأن الفلاحي دائما يشتهر إقليم طاطا بإنتاج عدة أصناف من التمور من خلال استغلال مجاله الواحات، ويعرف الإقليم أيضا الارتفاع المفرط في درجات الحرارة إكراه طبيعي قد يؤثر على إنتاجية التمور، وإذ بادرت وزارة الفلاحة والصيد البحري بشراكة مع النسيج التعاوني ببناء وحدة لحفظ وتبريد منتوج التمور. ربورتاج عياد سرتي وخالد تريكسي.
شساعة المناطق الواحاتية إضافة إلى الظروف البيئية والمناخية جعلت من إنتاج التمور من أبرز الأنشطة الفلاحية على مستوى الإقليم تراث إنتاجي تؤثر عليه عدة عوامل طبيعية، منها الارتفاع في درجات الحرارة خاصة خلال مرحلة ما بعد الجني. هنا تدخلت الجهات المعنية بإنشاء وحدة للتبريد ولحفظ التمور، مشروع سيمكن المنتجين من تخزين المنتوج في ظروف جيدة. الناس كيديروا التمر بطريقه تقليديه، كيديروا في الخناشي وفي البودا وفي الميكات وكيخزنوه في الدار. دروك كيجيبوا الناس عندنا الغرفه التبريد، كياخذوا الناس بجوج درهم الكيلو مده 10 شهور وكيخليو حتى رمضان، وكاين اللي كيدي قبل رمضان وكيصيفطوا للعائله ديالو وكيصاوبوا ويبيعوا. دروك مابقاش كل الناس في التمر، كيتجينا في شهر شتنبير، شهر اكتوبر وشهر نوفمبر، وفي هذه الفتره هذه القسط منه كيتباع والقسط الاخر كيحتفظوا به الى فصل الصيف. تطورت العمليه بحكم انه هناك المعامل ديال الحفاظ على التمور، والناس يعني عطتها الاهميه، كاين الاقبال عليها. قيمة مضافة إذن للنهوض بإنتاج وتسويق التمور بالمنطقة ولتشجيع الساكنة وخصوصا المرأة القروية للنهوض بالفلاحة الواحاتية. وكما تمت الإشارة إلى ذلك في نشراتنا السابقة، خصصت الجماعة الحضرية للعيون طائرة خاصة ومجهزة لرش المبيدات بالضفة الشمالية لوادي الساقية الحمراء من أجل القضاء نهائيا على مختلف الحشرات المنتشرة هناك. الحملة من تنسيق مكتب حفظ الصحة التابع للمجلس البلدي، وسيشمل لاحقا المطرح البلدي القديم. السالك رحار الصالح رقيب. الضفة الشمالية لوادي الساقية الحمراء شمال العيون حيث تكثر البرك المائية مما يساعد الحشرات على التكاثر، الأمر الذي حذا بمكتب حفظ الصحة التابع للجماعات الحضرية للعيون إلى اقتناء طائرة خاصة ومتطورة مجهزة بمبيدات حشرية للقضاء على معظم الحشرات المنتشرة في المكان. مبيدات صديقة للبيئة ليس لها أي تأثير صحي على الساكنة، لكنها ستساهم في القضاء نهائيا على الحشرات المنتشرة بكثرة في هذه المنطقة من شمال مدينة العيون. في هذه الحملة إن شاء الله عندنا محاربة الناموس ومحاربة الذباب ومحاربة الصراصير عن طريق هذه الطائرة اللي شفتوا، اللي هي اللي تنشر الأدوية على طول الواد. اللي كيف تعرفوا احنا عندنا عمال في المصلحة غير ما يقدوا يلحقوا شي من المناطق في الواد، دونك اضطرينا أننا نجيبوا هذه الطائرة اللي فيها أدوية خاصة بمحاربة الناموس واللي هي طبيعية اللي ما تأثر على الساكنة، دونك المواطنين ما عندهم ناس يخافوا. وإن شاء الله نتمنى على أن هذه العملية تتم بنجاح ولأنها تكون بنتيجتها إن شاء الله. حملة ستستمر على مدى 3 أيام، من المؤمل أن تساهم في القضاء على البعوض ومختلف الحشرات الضارة، وسوف تساهم في إضفاء جمالية خاصة على هذه المنطقة، حيث تشتغل طائرة حوالي 4 ساعات في اليوم خلال هذه الحملة. رياضيا وعلى هامش الاحتفالات بالذكرى 58 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، أقيمت بجليمي مباراة في كرة القدم جمعت فريق قدماء جوهرة باب الصحراء بفريق الحامية العسكرية بجليمي، مباراة تابعها جمهور من أفراد القوات المسلحة الملكية وفاعلين مدنيين محليين. وبالطنطان وعلى هامش نفس المناسبة أقيمت مباراة لكرة السلة جمعت فريق أمل الوطية بفريق عن الحامية العسكرية بالطنطان، مباراة شهدت أجواء من الندية والتشويق. مباريات تأتي في إطار انفتاح المؤسسة العسكرية على الفعاليات المدنية والرياضية لإشراكها في احتفالاتها بذكرى التأسيس. أما الآن فنصير الورقة اليومية الخاصة بالصحف ليوم غد إن شاء الله في قراءة لمحمد روار.
نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الجمعة من صحيفة المساء التي كتبت في صفحتها الثالثة: في خطوة تصعيدية ضد قيادة جبهة البوليساريو، أعلن الشباب الصحراوي المطالب بالتغيير في تندوف عن تأسيس جناح عسكري لحركتهم، في الوقت الذي تحذر فيه تقارير أمنية من تأسيس جناح عسكري جديد في المنطقة قد يؤدي إلى الاصطدام بتنظيمات تابعة لتنظيم القاعدة في المنطقة. وأعلنت المعارضة الصحراوية التي تتكون غالبيتها من الشباب عن تأسيس جناحها العسكري، معلنة بذلك عن فصل جديد من المواجهة مع القيادة المركزية. وكشفت المساء أن إعلان تأسيس جناح العسكري جاء أياما فقط بعد حملة اعتقالات نفذتها أجهزة جبهة البوليساريو الأمنية في صفوف المعارضين لقيادة البوليساريو والراغبين في إنهاء ملف الصحراء في القريب العاجل. وارتباطا دائما بما يجري من احتقان داخل مخيمات تندوف، تطلعنا يومية صحيفة الناس في عددها الصادر يوم غد الجمعة بأن فصلا جديدا يكتب في تندوف، ويتعلق الأمر بانتفاضة مضادة ضد قيادة البوليساريو والتي باعت الوهمة لأزيد من 4 عقود لساكنة سرعان ما حولتها مطامع زعماء واهمين بمساندة مفضوحة من العسكري الحاكم في الجزائر إلى مجرد محتجزين لا يعنون أكثر من أرقام تتاجر فيها الحيتان الكبيرة وتستعملها ذريعة لجمع التبرعات والإعانات من منتظم دولي. لا شك أنه بدأ يكتشف أنه كان مخدوعا من مافيا ظلت تتلاعب بالمساعدات الموجهة نحو المخيمات من أجل الاغتناء غير المشروع على حساب مآسي المحتجزين. وكشفت صحيفة الناس بأنه بعد سنوات طويلة من الضغط تفجرت الأوضاع مؤخرا في مخيمات تندوف وخرجت الأمور عن السيطرة، فقد فقدت البوليساريو تحكمها في الأوضاع داخل مخيمات تندوف بعد اندلاع أول انتفاضة في مخيم العيون بتندوف يوم الأحد الماضي، ما جعل القوات الأمنية للجبهة تعلن حالة الطوارئ. وأوضحت اليومية استنادا للمعلومات المحصل عليها بأن المحتجزين داخل مخيمات تندوف يتأهبون لانتفاضة صيفية حارقة تكشف بأن الصحراويين يرغبون في حل عاجل لقضية الصحراء وإنهاء معاناتهم داخل مخيمات تندوف. صحيفة جود كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية، ذكرت عدة وسائل إعلام جزائرية أن رجل أعمال جزائري تعرض لعملية نصب مثيرة من طرف ما يسمى بوزارة الدفاع التابعة للبوليساريو، حيث قامت الأخيرة باستدراج المستثمر إلى المخيمات قصد جعله يبيع لهم مكيفات هوائية وثلاجات في صفقة بلغت قيمتها 2 مليار سنتيم جزائرية، أي أكثر من 150 ألف يورو. وقد تم استقدامه إلى المخيمات في موكب عسكري وتوقيع عقود موقعة رسميا بمكاتب ما يسمى بوزارة الدفاع، على أساس تؤدي المبلغ المتفق عليه جهات أجنبية تدعم الجبهة الانفصالية. وقالت الصحف الجزائرية أنه وبمجرد وصول التجهيزات المطلوبة تم بيعها للاجئين الصحراويين بدل تجهيز المقرات الرسمية بها، وتم رفض تأدية المبلغ المتفق عليه. ونختم من يومية الأخبار التي تطلعنا في عددها الصادر يوم غد الجمعة بأن جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وجه يوم أمس الأربعاء الأمر اليومي للقوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 58 لتأسيسها. وذكرت الأخبار بأن جلالة الملك أشاد في أمره اليومي بالقوات المسلحة الملكية، وأكد جلالته أن قيمها تتجلى في التضحية والاستقامة والشرف والتفاني الكبير، وصف الجنود المغاربة بالدرع الواقي والتي تعمل بحزم ونكران ذات في سبيل الحفاظ على وحدتنا الترابية وحماية حدودنا البرية والبحرية والجوية. أما الآن فنصل إلى الفقرة الخاصة بأحوال الطقس ليوم غد إن شاء الله، والتي تشير إلى أن الأجواء ستعرف بعض الارتفاع في درجات الحرارة داخل الأقاليم الجنوبية. درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 18 درجة بكل من طرفايا سيدي إفني طنطال العيون وبوجدور، و27 درجة بكل من آسا والزاك. درجات الحرارة العليا فتتراوح ما بين 39 درجة بكل من آس الزاك ومدريقة وأوسرد، و23 درجة بسيدي إفني والطرفاية. حالة البحر بالواجهة الأطلسية قليل الهيجان إلى هائج على العموم. شروق الشمس غدا إن شاء الله بمدينة العيون على الساعة 7:08، أما الغروب فسيكون على الساعة 8 مساء و29 دقيقة.
درجة الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا 36 درجة بنواكشوط، 42 درجة بنواذيب، 40 درجة بالزويرات، 41 درجة بتيدوف، وبالعاصمة الرباط 28 درجة. قبل الختام نذكر مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار لأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الانترنت snrtf.ma، كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كوركاس.com، كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأب ستور وجوجل بلاي. كما تلتقونا غدا بإذن الله مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية. جمعة مباركة لكل مشاهدي قناة العيون، وفي أمان الله.